أنا دكتورة كاميليا جورج، أستاذة العقاقير في صيدلة القاهرة، ومراجع في الهيئة. كنت عندكم في زيارة الاعتماد السنة اللي فاتت لو تفتكروا، معرفش تفتكروني ولا لا. قابلت منكم مجموعة جميلة. يعني احنا في البداية حابين نقول لحضرتك ان شرف لينا ان حضرتك تحضري النهاردة كونفرنس، تبقي مشرفانا، واحنا حابين بس ناخد من حضرتك فيدباك عن الكونفرنس لحد دلوقتي. فعايزين في البداية نعرف رأي حضرتك عن الكونفرنس. بصوا، انتوا الجيل اللي مستني بس يتحط على الطريق، اوكي؟ يعني انت مستني حد يقول لك اروح فين، وانت هتروح على طول وبتبدع. وزي ما دكتور خالد مسلحي النهارده قال بيتعلم منكم، دي حقيقه. يعني انتوا ما تفتكروش ان احنا اللي بنعلمكم، انتوا عندكم كرييشن عاليه جدا بتخلينا احنا ايه ناخد منكم افكار. جو اهيد، برافو عليكم، الفكره جميله جدا. عليكم مسؤوليه كبيره جدا انك ترجع دور الصيدلي زي ما كان، لان الصيدلي دلوقتي عباره عن يا اما صيدليه ودكان وعطاره، يا اما الفيزيشنز بالذات يقول لك وانا مش هعرف اكتب دواء، وانا مش هعرف اعمل حاجه. حتى الكلام ده بينطبق على الكلينيكال فارماسيست، ودي مشكله. عليكم مسؤوليه كبيره جدا انك تبتدي ترجع الرول بتاع الفارماسيست زي ما كان زمان. على فكره رول مهم جدا. شوفوا بره بيعملوا ايه، بره بيعملوا كونسلنج للبيشنت بعد ما بيصرف له الدواء. هل هنوصل في يوم في مصر ان انت لو صرفت دواء المريض تعمل له كونسلنج وتساله قبل ما ياخد الدواء، تعمل له اويرنس بكل الايفكت والسايد ايفكت وايه اللي هيحصل وايه اللي ممكن؟ هنوصل للكلام ده؟ اتمنى. عموما يعني احنا بنحطكم على الطريق وانتم تكملوا ان شاء الله. طب حضرتك يا دكتور، بس انا كنت اسال حضرتك شايفه ايه السلبيات اللي موجوده في المؤتمر عشان نقدر نتفاداها بعد كده؟ لا، هو مش هقول سلبيات. بص، انت كمواجهه اودينس دي صعبه جدا. يعني بفتكر انا في بدايه حياتي عشان اعرف اقول ادي محاضره كانت صعبه قوي. فانتوا برافو عليكم ان انت في وسط كل الناس ده وفي اساتذتك قاعدين ومع ذلك ايه، يعني حتى لو اتلبخنا شويه، لا ده هي عايزه بس براكتس. يمكن دي الحاجه الوحيده في هيبه، يعني تحس ان هو بيتكلم صوته ايه مش بيساعده. لا بس برافو عليكم، يعني في منكم زي الفل. طب حضرتك دلوقتي شايفه البرزنتيشن اللي الطلبه عاملاه وطريقه ان هم يجمعوا الداتا عن طريق كويشنير، دي طريقه يعني كويسه انف، ولا في طرق احسن المفروض يستخدموها؟ احسن طريقه انك تنزل ارض الواقع وتكلم الناس. بس هي الفكره بقى، احنا دايما بنعمل حاجه اسمها بايلوت ستادي الاول، بتشوف الكويشنير بتاعتك دي هتديك سيجنيفيكانت ريزلتس او لا. فانا مش عارفه هل انتوا عملتوا الكلام ده ولا انتوا وحدتوا الكويشنير ومشيتوا عليه. لان انا كنت شغاله في الاستبيانات بقالي 5 سنين. اول حاجه ما بتصمم استبيان بتعمله بايلوت الاول وتشوف الاول، لان انا ممكن اشيل واحط. المهم ان ما تعبش كل ده وفي الاخر الاسئله ما يبقاش ليها سيجنيفيكانس بالنسبه لي. فانا اتمنى بعد كده ما تعملوا الكلام ده، انك انت ايه اعمل دراسه الاول، اعمل بايلوت ستادي الاول. انما انتوا لا، حلو، لا دي احسن طريقه، احسن طريقه ناخد منك دايركت. بس انا كنت بسال، وصلتوا لقرى فقيره ولا لعبتوا على قرى معينه؟ يعني انتوا التارجت بتاعك بيرسون حددتوهم ازاي؟ احنا التارجت اللي هم كانوا نازلين عليه ان هم كانوا بينزلوا كلاسز مختلفه، يعني ينزلوا مثلا ورا انا عارفه ميديكال كلاس وفي كلاس هاي شويه. أيوه. انا بتكلم على اللو كلاس. ما هو لا نزلوا اماكن اللي هي شعبيه وسالوا. وهل فعلا ما كانش في ريزيستنس من الناس ان هم يردوا عليكم؟ يعني شويه بيبقى في ناس شويه. هي احسن طريقه. طب احنا شاكرين لحضرتك جدا، ومره تانية بنقول لحضرتك شكرا، حضرتك شرفتينا.